السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. بالرباط، اجتماعات تشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتوافق على مضامين مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب، وعلى جدول الأعمال مناقشة الاقتراحات وتبادل وجهات النظر في إطار المرجعية الدستورية والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين. إلى جنيف، وضمن أشغال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان، منظمات دولية تدعو للعمل على ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف، وتدق ناقوس الخطر بخصوص الظروف الإنسانية المقلقة والانتهاكات الخطيرة للحقوق والتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية في مخيمات الاحتجاز. بمدينة النخيل، المغرب يحرز لقب البطولة الرسمية للطهاة الأفارقة أمام منافسة قوية من كبار الطهاة بالقارة، والطبخ المغربي يصنع لنفسه مكانة متميزة في المحافل القارية والعالمية. من مراكش، كاميرا الأولى تقربنا من أجواء التنافس والتباري. وأسود القاعة، أبطال إفريقيا والعرب يستهلون المشوار ضمن نهائيات بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة بأوزباكستان أمام منتخب طاجكستان الاثنين المقبل. تشكيلة هشام بيك تستعد لتقديم الأفضل ومواصلة الريادة على الميدان. من طشقند الأوزبكية نتعرف على آخر الاستعدادات قبل الدخول في غمار المنافسات. أهلا بكم. في إطار مواصلة النقاش حول مضامين مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، لقاءات تشاورية جمعت اليوم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهدف تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية والدفع بالمشاورات وفق مقاربة تشاركية تعزز النموذج المغربي للدولة الاجتماعية. خديجة الجمالي، عبد العلي عياد، فؤاد الحرش، يوسف زياني ورشيد كن. جولة جديدة من الحوار وانفتاح على مختلف الفرقاء الاجتماعيين تأكيدا على أهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب باعتباره قانونا مجتمعيا يتطلب مناقشة مستفيضة لعدد من المواضيع كالمرجعية الدستورية لمشروع القانون والمقاربة المعتمدة فيه. واليوم كنقطعوا شوط إضافي حول عدد من المواضيع الأساسية. أولا هو المرجعية الدستورية ديال هذا القانون والمقاربة الحقوقية والاحترام ديال حقوق المضربين. ثانيا الحكومة لن تمرر قانون يكبل حق الإضراب، وحنا تقدمنا في التعريف ديال الإضراب وبينا واحد المرونة كبيرة في تقبل الاقتراحات اللي جات بها الفرقاء الاجتماعيين، ومؤسسة الحوار الاجتماعي ماضية في العمل في هذا المجال. مفاوضات ترتكز على عدد من المحاور المرتبطة بتعريف الإضراب والجهة الداعية إليه وأجاله ومصادره وغيرها من المقتضيات الأساسية بهدف بلوغ توافق يوحد جهود الحكومة والشركاء الاجتماعيين. احنا في المركزية ديالنا عندنا المواقف ثابتة، احنا نرفض اي مشروع قانون أو قانون تنظيمي اللي كيكبر هذا الحق. فالدستور كان واضح بأن حق الإضراب فهو مضمون، ويأتي واحد القانون التنظيمي لتنظيم الممارسة ديالو، وهذه الممارسة ديالو حنا ما يمكنناش نقبلوا أي مشروع. إذن باتفاق مع الحكومة حنا اعتبرنا بأن ندرجوا أرضية أخرى جديدة اللي كتعزز الممارسة ديال الحق هذا، وحنا ما حد ما وصلناش لهذا الهدف بأن يخرج واحد القانون اللي كيعزز الممارسة ديال الحق الإضراب والممارسة ديالو من طرف الطبقة العاملة ومختلف الجماهير الشعبية، ما يمكنناش بتاتا نقبلوا هذا القانون. ملتمسنا ومطالبنا واضحة، قانون يضمن الحق لممارسة حق الإضراب لا يكبله، قانون أيضا يضمن التوازي في الحقوق والواجبات، قانون يراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة المغربية، وأيضا قانون لا يقض مضجع الشغيلة باعتبار أن هناك كانت عقوبات سلبة الحرية وأيضا عقوبات التي بها غرامات مالية. اليوم نحن تقدمنا في أشواط عدة وأيضا في نقاط عدة، وسنصل إلى اتفاقات التي ستخدم بشكل متوازي مصلحة الاقتصاد الوطن وأيضا الطبقة الشغيلة المغربية. دائما طالبنا بأن هذا المشروع القانون
يجب أن يعود إلى طاولة الحوار وأن يكون موضوع توافق ما بين كل الأطراف المعنية به، وأن يكون كذلك موضوع حوار مجتمعي. اليوم مجموعة من المؤسسات الدستورية عطات رأيها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك بصدد صياغة رأي في الموضوع، وطبعا خلال جلسات الحوار غادي نتمسكوا بموقفنا أنه القانون التنظيمي للإضراب ولا الحق في الإضراب هو ملازم للحق النقابي، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بالحريات النقابية. خدينا شنو هما النقاط العالقة اللي بقات في إطار التفاوض على هذا المشروع، وكنظن أننا الحصيلة هي إيجابية جدا، لأننا وصلنا بواحد المسار كبير، مجهود كبير ديال الوزارة اللي شفناه عبر أكثر من 60 اجتماع لمدة هاد السنتين ديال الحكومة، واللي الحمد لله كنظن أننا على الطريق الصحيح. نقاش يمر وفق دينامية إصلاحية تسعى نحو تعزيز الدولة الاجتماعية وتكريس الديمقراطية التشاركية وتقريب المواقف بشأن النقاط الخلافية في أفق بلورة مشروع قانون تنظيمي يمثل كل الفئات المعنية ويحمي حقوقها. الأشغال على قدم وساق بسترجا أمادي الذي يبعد عن مدينة جرسيف بحوالي 75 كيلومتر، منشأة مائية يرتقب أن تصل سعتها إلى 287 مليون متر مكعب، وأدوارها كبيرة في تزويد الساكنة بالماء الشروب وسقي الأراضي الفلاحية. محمد بلاوي ورشيد العتابي. مصارح وزارة التجهيز والماء تواصل تعبئتها لإنجاز مشروع سترجا أمادي الحيوي بالجهة الشرقية في ظل استمرار حالة الإجهاد المائي التي تشهدها منطقة حوض ملوية رغم التساقطات المطرية الأخيرة. ونسبة الأشغال ديال هذا المشروع واصلة لحد الآن 52%، والأجل الرسمي اللي خصنا نساليو فيه هو بداية عام 2026، وتبعا لتعليمات المولوية السامية الأعمال غادي على قدم وساق باش نساليو قبل هذا الأجل المحدد. ولبناء هذا السد تم التعبئة وزيادة من 80,000 متر مكعب من الخرسانة وزيادة من 5 ملايين متر مكعب من الحجارة، فيما يهدف المشروع إلى محاربة الجفاف وخلق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياحية وبيئية بالمنطقة. سد من نوع خاص بحيث هو كيتكون من ردوم من الحجارة مع قناع من الخرسانة، اللي هو أول مرة كيتنجز في المغرب. بالنسبة للأهمية ديال السد، غادي يوفر الماء الصالح للشرب لساكنة إقليم جرسيف والنواحي، وكذلك مياه السقي، ويحمي الساكنة من الفيضانات، وكذلك غيكون فيه معمل لإنتاج الطاقة الكهرومائية. تقدم الأشغال في هذا السد كيوصل 52%، وتيرة الأشغال غادي على قدم وساق، بحيث أنه الورش يعمل على مدار الساعة 24 ساعة على 24 ساعة. يتميز هذا المشروع بكونه يوظف أكثر من 300 عامل، مما يساهم في تنمية المنطقة والأقاليم المجاورة. إنجاز هذه المنشأة المائية الكبرى سيمكن من حل أزمة الماء في إقليم جرسيفة والمدن المجاورة لها، حيث يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي. إلى جنيف، حيث تكشفت مرة أخرى حقيقة انتهاكات خطيرة وأوضاع إنسانية متردية وقمع وتغييب لأبسط الحقوق الأساسية يكابد ويلاتها المحتجزون في مخيمات تندوف. في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان برئاسة مغربية، طالبت منظمات غير حكومية المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر لوقف هذه الانتهاكات. عبد المجيد حلاوي. من بين المنظمات غير الحكومية المنددة بالأوضاع المأساوية لحقوق الإنسان بتندوف، الشبكة الإفريقية لتنمية الحكامة وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ظروف إنسانية مقلقة وانتهاكات خطيرة لأبسط حقوق الإنسان، هكذا وصفت هذه المنظمات معاناة الساكنة المحتجزة بتندوف. حتى المساعدات الدولية الموجهة للساكنة يستولي عليها قادة الانفصاليين، وهكذا تبقى الساكنة في وضع مؤسف وخطير. لا هي تتلقى ما أرسل إليها من مساعدات، ولا هي مسموح لها بمغادرة المخيمات بحثا عن وضع أفضل.
هذه المنظمات غير الحكومية عززت شهاداتها المؤثرة بما يتعرض له الشباب الغاضب من حملات القمع، لا لشيء إلا لأنهم ينتقدون هذه الأوضاع في وسائل التواصل الاجتماعي، فيكون مصيرهم مأساوي من خلال حملات الاختطاف والتعذيب. وأمام ما يعيش هؤلاء الشباب من تضييق وتجويع واختفاء قسري، لا يبقى أمامهم مرغمين سوى الانخراط في صفوف الجماعات المسلحة لمنطقة الساحل. المنظمات غير الحكومية وهي تشارك بجنيف في مناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم، طالبت بوقف الانتهاكات المرتكبة بتندوف وبفتح تحقيقات قضائية بشأنها، حيث لا هدف من هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل الانفصاليين سوى إسكات وترهيب الساكنة وتمديد معاناتها من أجل قضية خاسرة لمن تبناها واحتضنها منذ حوالي 5 عقود أمام قوة ووجاهة السيادة وحقوق المغرب على أراضيه التي أكدتها المسيرة الخضراء. وتتواصل اليوم سلسلة الاعترافات المتتالية بوجاهة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وبالعدد المتزايد للقنصليات المفتوحة بكل من الداخل والعيون. دورة مجلس حقوق الإنسان لعام 2024 الذي جرى في إطارها هذا النقاش التفاعلي مع منظمات المجتمع المدني تحظى برئاسة مغربية من خلال السفير عمر زنيبر الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا لحظة من العيون السيد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان. مساء الخير. أسألكم بداية سيد عبد الفتاح، ما الذي دفع المنتظم الحقوقي ليدق ناقوس الخطر بخصوص الظروف الإنسانية المقلقة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وكذلك التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية في مخيمات الاحتجاز بتندوف خلال أشغال هذه الدورة؟ تحية إليك وللمشاهدين، شكرا على الاستضافة. بالفعل الوضع في مخيمات تندوف هو وضع استثنائي بكل المقاييس، نتحدث عن بيئة عسكرية، نتحدث عن حصار مطبق، نتحدث أيضا عن مصادرة لكافة الحقوق والحريات الأساسية سواء تعلق الأمر بالحريات المدنية والسياسية، بحيث يفرض نظام الحزب الواحد ويصادر الحق في التجمع كما يصادر الحق في تأسيس جمعيات والحق في تأسيس الأحزاب أيضا، ويغيب النشاط السياسي. لكن أيضا الأمر يتعلق بمصادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تصادر الحقوق المترتبة على وضعية اللجوء سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل، الحق في التملك، وأيضا الحق في التنقل. تضييق كبير على حرية التنقل، لأنه إلى اليوم لا يزال الولوج لمخيمات تندوف حتى مغادرتها لا يتم سوى بتصريح عسكري صادر عن القطاع العسكري الثالث للجيش الجزائري بتندوف، وبالتالي هي بيئة استثنائية بكل المقاييس، فضلا على أن هذا الحصار المطبق يتم أيضا عبر السكنات العسكرية وعبر العناصر الجيش الجزائري مدججين بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة، والذين لا يتوانون عن إطلاق الأعيرة النارية وعن حتى استعمال الدرونات ضد المدنيين العزل، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة خاصة في حادثة إيجيدي، منطقة إيجيدي القريبة من المخيمات في مايو الماضي، أين تم استهداف زهاء 15 يعني مدني أعزل لم يرتكبوا من ذنب سوى أنهم يمارسون أنشطة معيشية في ظل مصادرة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. هذا الوضع الاستثنائي يدفع بالشباب في مخيمات تندوف إلى يعني الانخراط في الجماعات المسلحة، ويجعل منهم لقمة سائغة في يد الميليشيات وفي يد الخطاب الديني المتطرف وفي يد الجماعات المنتشرة في بلدان الساحل، الأمر الذي يفاقم المشكل الأمني في جنوب غرب الجزائر، ويسهم أيضا في إذكاء الوضع الأمني المستعر في الجوار في جوار الجزائر، في سواء في البلدان المجاورة لها في مالي بوركينا فاسو وفي النيجر وفي غيرها.
طيب، خلال أشغال هذه الدورة تابعنا نحو 40 دولة تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه. أين تكمن أهمية هذه المواقف المعبر عنها في محافل أممية من هذا الحجم ومن هذه الأهمية؟ بالتأكيد نحن نتحدث عن 40 دولة. 40 دولة يعني ترسخ أو تؤشر على اتساع رقعة التأييد الدولي الواسع الذي بات تحظى به المملكة بخصوص ملف قضية الصحراء. بلدان من قارة العالم الخمس فيها من ضمنهم قوى دولية وازنة، قوى إقليمية أيضا، ولكن من ضمنهم أيضا بعض المجالات الحيوية التي كانت في السابق حكر على المعسكر الداعم للانفصال، بات يخترقها المغرب وبات يعني يستقطب مواقف هذه الدول الهامة، سواء تعلق الأمر بأمريكا اللاتينية في الكاريبي، بمناطق بمجالات أيضا في القارة الإفريقية في شرق وجنوب القارة. هذا البيان يؤشر أيضا على انحصار الطرح الانفصالي في الفعاليات وفي يعني المنتظم الدولي، يؤشر على تفكك هذا المعسكر الداعم للانفصال. البيان يحيل أيضا على يعني على مرجعية قرارات مجلس الأمن على الإطار القانوني الذي بات تتأطر من خلاله قضية الصحراء، خاصة حصرية اختصاص مجلس الأمن الذي بات ينهج هو الآخر مقاربة عقلانية واقعية، بات يتبنى مبادئ احترام سيادة الدول واحترام وحدتها الترابية فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف، وبات يتجاوز كافة الطروحات الانفصالية الراديكالية. اليوم هناك إشادة واسعة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، هناك زخم واسع تحظى به المبادرة المغربية، أكثر من 107 من أعضاء مجلس من أعضاء الأمم المتحدة يؤيدون المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بينهم يعني بلدان تعترف بشكل صريح بالسيادة المغربية، زهاء 30 بلد يفتتح بعثات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، فضلا أيضا عن إشارة البيان إلى يعني المنجز الحقوقي الذي يراكمه المغرب من خلال إحالة للتنويه مجلس الأمن بعمل لجنتي حقوق الإنسان، في لجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة العيون الساق الحمراء، واللجنة الجهوية أيضا لحقوق الإنسان في الداخلة وادي الذهب. الأمر الذي يحيل على طبعا المفارقة، مفارقة المنجز الحقوقي هنا في الأقاليم الجنوبية قياسا للوضع الحقوقي الإنساني المتأزم في مخيمات تندوف، والذي تم تداوله بشكل واسع كما أسلفنا الذكر في الدورة الأخيرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. سيد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، شكرا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من العيون. طوباس وطول كرم تشيع شهداءها الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين جراء غارات إسرائيلية مكثفة، عمليات استهدفت شمال الضفة الغربية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي يوم أمس. حفيد لواري. أتاح انسحاب الجيش الإسرائيلي من طوباس وطول كرم تشييع 10 فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية في غارات جوية في اليومين الماضيين خلال عمليات عسكرية مكثفة شمال الضفة الغربية. وأعلنت اليوم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أحد موظفيها قتل على سطح منزله برصاص قناص من القوات الإسرائيلية. وفي محاولة لإحلال السلام بالمنطقة تستضيف مدريد اليوم اجتماع لوزراء من دول إسلامية وأوروبية لمناقشة كيفية المضي قدما في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولم توجه الدعوة إلى إسرائيل لحضور هذا اللقاء على اعتبار أنها لا تنتمي إلى المجموعة الأوروبية ولا إلى مجموعة الاتصال العربية الإسلامية. وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن أكبر عملية إجلاء للمرضى والمصابين في قطاع غزة، مشددة أن ربع الأشخاص الذين أصيبوا في حرب غزة يعانون من إصابات مغيرة للحياة. وأشاد المدير العام للمنظمة بنجاح العملية المعقدة رغم التحديات الميدانية وانعدام الأمن، حيث تم نقل المرضى و155 مرافقا لهم من 4 مواقع في قطاع غزة إلى مستشفى في وسط القطاع، ومن هناك نقلوا جوا إلى أبوظبي. وتعتبر المنظمة أن هناك 10,000 شخص بحاجة إلى الإجلاء على وجه السرعة.
بعد مناظرتهما الثلاثاء دونالد ترامب وكامالا هاريس يسرعان وتيرة الحملة الانتخابية في عدد من الولايات بحثا عن أصوات ثمينة قد تحسم المنافسة الرئاسية بينهما بعد نحو 50 يوما. وكما كان الحال في دورتين سابقتين من الانتخابات الرئاسية يمكن أن يحسم مصير هذه الانتخابات 4,000 من الأصوات في بعض المقاطعات الاستراتيجية في 6 أو 7 ولايات، وذلك بسبب نظام الاقتراع العام غير المباشر. We will end all taxes. وأخبار دولية أخرى نتابعها مختصرة مع مريم عوفير. في الولايات المتحدة الأمريكية يكابد رجال الإطفاء لإخماد 3 حرائق غابات ضخمة من بين 65 حريقا مشتعلا في جميع أنحاء غرب البلاد، حيث اشتدت قوة حريق مرتفعات لوس أنجلوس الذي دمر عشرات المنازل وأتى على ما يقرب من 20,000 هكتار خلال 24 ساعة. الوضع دفع حاكم ولاية كاليفورنيا إلى إعلان حالة الطوارئ وإصدار أوامر إخلاء بحق حوالي 34,000 شخص من سكان كاليفورنيا، وتحذيرات بالإخلاء ل 97,000 آخرين. جنوب الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك العاصفة الاستوائية فرانسين وسط مخاوف من حدوث فيضانات شديدة. العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 380,000 منزل في ولاية لويزيانا، وبدأت أثارها تطال ولايتي ميسيسيبي وألاباما المجاورتين، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 75,000 منزل وشركة. العاصفة الاستوائية بلغت سرعة رياحها 85 كيلومترا في الساعة، وكانت سببا في إغلاق المدارس والجامعات وتأهب الحرس الوطني لتقديم المساعدة. يواجه ملايين الأشخاص في جنوب شرق آسيا دمارا سببه الإعصار ياغي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأغرق أحياء بأكملها وألحق أضرارا بالبنى التحتية. فيضانات وانزلاقات للتربة ورياح عاتية وأودية ارتفع منسوب مياهها، وحتى الحقول والمزارع غمرتها المياه التي دمرت أكثر من 250,000 هكتار من الأراضي مع نفوق المواشي. الإعصار ياغي كان قبل ذلك بالصين والفلبين مخلفا عددا من القتلى والمفقودين. تحتضن أجدير على مدى يومين أشغال الدورة 5 لجامعة الشباب الأحرار، دورة تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وشعارها شباب ديمقراطي اجتماعي مساهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. حجب تامك وعثمان التازي. شباب ديمقراطي اجتماعي مساهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، شعار الدورة 5 لجامعة الشباب الأحرار، محطة سنوية تسعى عبرها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إلى مواصلة القيام بأدوارها الدستورية وتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام الوطني والمحلي. طبقنا تعليمات ديال صاحب الجلالة، طبقنا التوجيهات ديال صاحب الجلالة، خصوصا في الأوراش الاجتماعية اللي كتهم سيدنا الله ينصره اللي هي جد مهمة. وعملنا حققنا في حققنا طورة اجتماعية غير مسبوقة، وجعلنا من المغرب أول دولة اجتماعية في القارة الإفريقية. علاش؟ أنه عملنا لا سيونس مالادي اوبليغاتوار، 10 مليون ديال الناس اللي كتستافد منها، 10 مليون ديال كاين 4 مليون اللي مقيدين فيها ولكن بالعائلات ديالهم 10 مليون كنخلصوا عليهم 9,500,000,000 ديال الدرهم. سيدنا طلبنا باش يكون يعني الدعم المباشر، عملنا الدعم المباشر. الدعم المباشر اليوم كيمس 3,800,000 كيوصل حتى 3,900,000 عائلة اللي كتاخذ الدعم، كتاخذ بين 500 درهم وما فوق 1,000 درهم شهريا. اللي كنتكلموا على هذا الدعم المباشر غادي يوصل في 2026 ل 29 مليار ديال الدرهم. أكثر من 3,000 شاب وشابة من مختلف جهات المغرب ومن خارج المغرب من الجهة 13 جاوا باش يأكدوا مرة أخرى، يعني كان الأمر يحتاج إلى تأكيد أنهم مكون مركزي، مكون جد مهم لا محيدة عنه بالنسبة للمكونات ديال الحزب. هؤلاء الشباب والشابات
اليوم كيأكدوا في هذه الدورة الخامسة هنا في أكادير في مسرح لواء الطلق أنهم كلهم تعبئة، أنهم كلهم حماس كما كانوا قبل ما يكون الحزب كيتزعم الأغلبية الحكومية. أشغال الدورة الخامسة للجامعة الصيفية للتجمع الوطني للأحرار تميزت بمشاركة أزيد من 3500 شاب وشاب من مناضلي ومناضلات الحزب من مختلف جهات وأقاليم المملكة ومن شباب مغاربة العالم لفتح النقاش حول الحصيلة الحكومية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. نلتئم اليوم في مدينة أكادير النسخة الخامسة من الجامعة الصيفية شباب الأحرار اللي غادي تناول الفرص والإمكانيات اللي كتتيحها ولا كيتيحها حزب تجمع الوطن الأحرار الشباب باش أنهم يناقشوا مواضيع ذات طابع اجتماعي اقتصادي ثقافي. هاد الجامعة اللي كيتواصل فيها الحزب مع الشباب كننظموا من خلالها ورشات كتهم جميع القطاعات اللي كتسير الحكومة. اليوم هاد الشباب جاي يثمن ما قامت به الحكومة في جميع القطاعات وخصوصا في الحماية الاجتماعية اللي الورش الملكي اللي أسرعت الحكومة في تنزيله منذ 2021 بعد تنصيبها. هذا الأساس فإن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تسعى من خلال هذه الدورة من جامعة شباب الأحرار إلى مواصلة النقاش حول سبل مساهمة الشباب الديمقراطي الاجتماعي في مواكبة ورش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية عبر ورشات موضوعاتية سيتم تأطيرها من طرف أطر الحزب وأساتذة جامعيين وباحثين من داخل خارج المغرب. إلى مداغ حيث تدبر مدارسة ونقاش يجمع ثلة من الأساتذة الجامعيين والمفكرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم. الحدث طبعا الملتقى العالمي للتصوف الذي تنظمه الطريقة القادرية المتشيشية، دورة هي 19 شعارها التصوف ومآل القيم في زمن الذكاء الاصطناعي. كوثر بوتير ورشيد العتابي. أية حدود للذكاء الاصطناعي في الإقرار والحفاظ على القيم الإنسانية والدينية؟ سؤال محوري أجابت عنه ثلة من العلماء من مختلف بقاع العالم في اليوم الثالث من الملتقى العالمي للتصوف. هذا الذكاء الاصطناعي له من حسنات كثيرة ويقدم للناس البرامج المفيدة والمعلومات المتجمعة من عدة وسائل، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نبين أنه لا يكتفى به عن الشيخ المرشد ولا يكتفى بالذكاء الاصطناعي عن جلسات تعليم القرآن الكريم وجلسات العلم التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر. نقاط تقاطع ونقاط اختلاف بين التصوف والذكاء الاصطناعي شكلت محورا للبحث والنقاش. التصوف يقوم على رحلة داخلية تهدف إلى الوصول إلى معرفة الحقائق العميقة للعالم والوجود، وبطريقة مشابهة يسعى الذكاء الاصطناعي إلى فهم العالم من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات واستخلاص الأنماط والمعاني. علاقة تكامل يبدو أن لها بعض الحدود، إذ يجمع العلماء على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الخطيب أو المرشد، فالتصوف ممارسة وتربية على يد الشيخ أو المعلم. هذه السنة حقيقة شيق، وكما تعودنا الزاوية القادرية البوشيشية دائما أمام التحديات تأخذ الدور الأول في مواجهة التحديات، وليس بغريب أن يأتوا بمناقشة فكرة مهمة جدا في هذا الزمن. هناك علاقة ولكن علاقة فيها محاذير، أن الذكاء الاصطناعي يقرب يسهل الوصول إلى المعلومة، يقرب المسافات، يزيل الحواجز، وهذا جميل جدا، ولكن الذكاء الاصطناعي لا يعوض دور الشيخ ولا دور الزاوية.
الموضوع الذي يتسم بالراهنية طرح خلال المؤتمر عددا من الأسئلة القانونية كذلك. هل يمكن أن نمتع الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية؟ هل يحق له التعاقد أو الحصول على جنسية أو أن تكون له ذمة مالية؟ الجواب بنعم يستدعي حسب الخبراء تحمل الذكاء الاصطناعي للأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها. الذكاء الاصطناعي اليوم هو واحد الكائن الموجود ويتدخل في حياتنا باستمرار ويتطور ويتقدم بشكل خرافي. طرحت في مداخلة تحديات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي. تحديات قانونية وإنسانية يطرحها تدخل الذكاء الاصطناعي في جوانب عدة من حياتنا، تحديات تستدعي تبني تدابير تشريعية اليوم لمواجهة الصعوبات التي يطرحها هذا الذكاء. ومن مداغ ينضم إلينا اللحظة دكتور مولاي منير القادري بوتشيش مدير الملتقى العالمي للتصوف. مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية دكتور أسألكم عن المغزى من اختيار التصوف ومآل القيم في زمن الذكاء الاصطناعي كشعار لهذه الدورة 19. السلام عليكم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. إن الغاية من اختيار عنوان هذه النسخة التصوف ومآل القيم في زمان الذكاء الاصطناعي هو تسليط الضوء على مدى تأثير التكنولوجيا على القيم الإنسانية للمجتمعات واستيعاب ما يفرض هذا التحول الرقمي من تحديات تتعلق أساسا بالحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات، وكذلك البحث عن الوسائل الناجعة لاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة من خلال ما يمكن للتصوف وبعده التزكوي أن يساهم به في الحفاظ على قيمنا وثوابتنا كالتراحم والمودة والتضامن والصدق والإخلاص، كي لا يصبح الإنسان في غياب هذا التأطير الأخلاقي تحت سيطرة الآلة، بل تكون التكنولوجيا وتطبيقاتها خادمة له. هذا التوجه الذي تعكسه توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ولأن الرأسمال اللامادي والموروث الحضاري المغاربة يمتلك من المقومات والأسس ما يجعله نموذجا متميزا في الحفاظ على ثوابتنا الدينية والوطنية تحت إمارة المؤمنين الضامنة لها ولاستمراريتها. طيب، عطفا على ما تفضلتم به، في زمن نعيش فيه تطورا متسارعا لتكنولوجيا الاتصال ومن تمظهراتها طبعا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يطرح السؤال حول التدابير الواجب اتخاذها لتفادي التأثيرات السلبية لاستعمال الذكاء الاصطناعي على القيم الإنسانية. بالفعل إن فعالية هذه الدورة تهدف إلى تدارس ومناقشات التطورات المتسارعة في ميادين التكنولوجيا أو ما بات يعرف الآن بالذكاء الاصطناعي ومدى تأثيرها على قيمنا الإنسانية، وذلك بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والفاعلين في هذا المجال والعمل على صياغة حلول تضمن استفادة البشرية من هذه التقنيات دون فقدانها لإنسانيتها، والمساهمة في بلورة نهج متوازن يمكننا من محافظة على موروثنا الثقافي وقيمنا الدينية التي نعتز بها، وصياغة رؤية استراتيجية استباقية تؤسس لمستقبل تتعايش فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع قيمنا وديننا في تناغم وانسجام، بما يسهم في بناء غد أفضل تنعم فيه البشرية بالطمأنينة والسلم والأمن والأمان. الدكتور مولاي منير القادري بوتشيش مدير الملتقى العالمي للتصوف، شكرا على هذه الإضاءات، كنتم معنا مباشرة من مداخ. شكرا. أسرار الطبخ لا تخفى عليهم، ذاع صيتهم وقبله مذاق أطباقهم عبر العالم، واليوم يكرسون مكانة الطبخ المغربي على المستوى الإفريقي. الحديث عن فوز المغرب بنسخة 2024 من مسابقة الطبخ في إطار البطولة الرسمية للطهاة الأفارقة بمراكش. الأجواء أو بالأحرى النكهات يقربنا منها روبورتاج أمين علام والمعتصم بلال بوزاوي.
الطهات المغاربة يبصمون من جديد مسار التميز على المستوى الإفريقي ويعتلون منصة التتويج ويحجزون مكانهم لتمثيل القارة الإفريقية وللتباري ضمن بطولة العالم بوكيس دوغ كمسابقة عالمية للطهات من المستوى الرفيع التي ستحتضنها مدينة ليون الفرنسية السنة المقبلة. حماس كبير وأجواء مشوقة استطاع خلالها الفريق المغربي أن يحظى بالرتبة الأولى ويشرف مرة أخرى فن الطبخ المغربي كواحد من أرقى وأعرق فنون الطبخ العالمية. اليوم المغرب والحمد لله في نطاق السياسة ديال سينيا والرؤية ديال صاحب الجلالة نصره الله هو تطوير العلاقة جنوب جنوب، والحمد لله احنا خدمنا على السياسة ديال سيدنا الله ينصره في تطوير وترويج الإفريقيا، ترويج الشاف الإفريقي، ترويج الطبخ الإفريقي. كان لي الشرف أنني نمثل بلادي المغرب في هذه المسابقة الكبرى اللي هي كأس إفريقيا للطبخ بوكيس دور، اللي تعتبر من أكبر المسابقات الدولية ديال الطبخ. الحمد لله كان حمل ثقيل أنه المغرب الحمد لله حنا عندنا حضارة وثقافة ديال أكثر من 12 قرن، كان دونك كان الحمل ثقيل بزاف أننا خصنا نمثلوها أحسن تمثيل. خمس ساعات من التباري امتزجت فيها النكهات والروائح وأبدعت خلالها أنامل الطهات من المغرب، مصر، السنغال، غانا وجزر موريس أطباقا تنهال من الموروث العريق والمتنوع للمطبخ الإفريقي وتفسح المجال للابتكار والإبداع. خمس ساعات من الحماس من العمل تحت الضغط للاستجابة لشروط المسابقة والكلمة الفصل للجنة التحكيم. بعد تظاهرة هذه عالمية فيها بوكيس دور، يعني دابا سي لا كوب دافريك، كاينين خمسه البلدان اللي غادي تاهل، كاين خمسه البلدان اللي غيدوز واحد المسابقه وجوج غادي يخرجوا باش يمشيو للبوكيس دور ديال فرنسا ديال ليون. نو ترويزيام اديسيون. إنها مشاركتنا الثالثة، من دواعي سرورنا وشرفنا أن نكون هنا في المغرب لتمثيل السنغال ثم محاولة تمثيل إفريقيا في ليون، وكالجميع نريد أن نرتقي بسياحتنا وبمطبخنا من خلال تقديم التراث الغذائي الذي تزخر به بلادنا. تناغم جميل ودقة في الأطباق، هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تعديل، بعد تعديلها سيحظون بفرصة جيدة في ليون. فوز مستحق للطهات المغاربة في هذه المسابقة الإفريقية المرموقة، تظاهرة تراهن على تعزيز إشعاع المملكة المغربية في مجال فنون الطبخ والحلويات على المستوى القاري والعالمي كمحرك أساسي للسياحة. من مراكش ينضم إلينا سيد كمال حال السلامي، المدير العام لمجموعة رحال إيفنتس ورئيس البطولة الرسمية للطهات الأفارقة. أهلا بك سيدي. إذن حضور قوي للطهات المغاربة في هذه البطولة كي توج بالفوز بمسابقة الطبخ وكي كرس مكانة الطبخ المغربي في العالم، فكيف جاء الفوز؟ شكرا للاستضافة. الحمد لله اليوم المغرب حاج على المرتبة الأولى في كأس إفريقيا لبوكيس دور، هذا الكومبيتيسيون اللي كان هديو الفوز لصاحب الجلالة نصره الله، لأن المغرب الحمد لله اليوم وصل واحد المستوى عالمي، واليوم الشاف المغربي والطبخ المغربي عنده المكانة دياله. فهذا الفوز جاء بعد عمل جبار، عمل ديال الكوتش أحمد والكونديدا السياسيين والكومي يوسف، وكذلك الشيف نوحة اللي خدموا كثير وكثير على باش نوصلوا هذه النتيجة المشرفة للمغرب. سير حسلمي، يعني كانت منافسة قوية من كبار طهات الأفارقة، والمغرب يعني كيف العادة تألق وقدم جانب من طراء الطبخ المغربي المتنوع، فشنو أهمية هذا الحدث اللي كتحتضنه بلادنا؟ التظاهرة الحمد لله ديال تورنوا أوفيشيال دي شاف أفريك، فهي اليوم مرحلة مهمة لأي دولة بغات تشارك في تظاهرة عالمية كالبوكيس دور،
كالا كوب دو موند دو لا باتيفري ولات مرحله مهمه. علاش؟ لان المغرب هو بوابه افريقيا، وفي نطاق السياسه ديال سيدنا الله ينشرو تعاون جنوب جنوب، وهذا الشيء اللي خدام عليه مجموعه رحال باش يمكن كيفاش يمكن افريقيا تكون متواجده عن طريق المغرب في مراتب عالمية في مسابقات عالمية وفي مراتب أحسن إن شاء الله. إن شاء الله سيد كمال رحال السلامي المدير العام لمجموعة رحال إيفنتس ورئيس البطولة الرسمية للطهات، شكرا لك، كنت معنا من مراكش. غدا تتجه الأنظار صوب أوزباكستان حيث كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة. أسود الأطلس أبطال إفريقيا والعرب يدخلون غمار المنافسات بدءا من يوم الاثنين ضد منتخب طاجكستان. من تشقند الأجواء ترصدها مراسلة سعيد أنيس. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحضر العرس العالمي لرابع مرة في مشواره الرياضي. منتخب الأسود الذي يعتبر من بين المنتخبات القوية داخل المحفل العالمي، إذ أضحى يحتل المرتبة السادسة عالميا في تصنيف الفيفا. هذا المساء أجرت كتيبة الأسود بقيادة الناخب الوطني هشام دكيك حصة تدريبية حاول من خلالها التركيز على التآلف والانسجام بين الجيلين، جيل الألقاب والجيل الجديد. اليوم احنا مطالبين اننا نديروا واحد المشاركه كبيره. هاد الاسباب اللي اشرتي ليها وقعت، يعني احنا دابا عندنا واحد التشكيله، واحد المجموعه، ما خصناش نبحثوا على الاعذار. فأهم شيء في المنافسه هو تمشي مباراه بمباراه وتمشي بالظروف اللي غتكون. كاين اصابات، كاين بطاقات، كاين القرعه، كاين مع من غطيح، واش تجي الاول واش تجي. هادو هما الامور اللي تحددوا البطل. المباراه الاولى مثلا صعبه، غتشوفوها صعبه وصعبه جدا، ولا استطعنا ناخذ فيها النقاط راه هذيك هي المؤشر اننا رحنا فريق قوي. لان المباريات الاولى ما تكونش عندك معلومات كثيره على الخصم، تيكون هي لك بواحد الشكل كبير. ما ننتظروش باش نكونوا، ما ننتظروش داك الشيء اللي كان في لاكوب دافريك والفوارق كبيره. هادو منتخبات كل شيء جاهز، كل شيء موجد. نتمنى من الله اننا نكونوا وندبروا أمورنا. عندما تحضر ميران المنتخب الوطني داخل القاعة تنتابك مشاعر الصداقة التي تجمع بين الجيلين والاستمرارية في تأكيد قوة الكرة المغربية على الصعيد العالمي. احنا داخلين الكأس العالم كزعما كقوة في هذه الرياضة هذه إن شاء الله بإذن الله. احنا جينا باش ننافسوا كبار هذه الرياضة إن شاء الله ونلعبوا الحظوظ ديالنا كاملة في كل مباراة. هذا الشيء ما كاينش أننا فافوري في كل مباراة، يعني كما تعرف الجميع دابا المستوى العالمي في الفوتسال متقارب، يعني خص الحيطة والحذر من أول مباراة، من أول دقيقة. المنتخب الوطني داخل القاعة الذي يلعب ضمن المجموعة الخامسة سيسعى جاهدا لتحقيق إنجاز غير مسبوق يفوق دور ربع النهائي في المونديال الأخير والوصول إلى المربع الذهبي. أجرى مساء اليوم المنتخب الوطني المغربي للكرة داخل الصالة آخر ميران له قبل نزال الأول في هذه البطولة، بطولة العالم بتشكند. هذه البطولة التي سيحاول المنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني هشام دقيق الذي حاول المزج بين عناصر التجربة الذين لعبوا في البطولات السابقة وعناصر جديدة، يحاول إقحام هذه العناصر من أجل تحقيق نخبة قادرة على حمل العلم الوطني بعيدا والسير في هذه البطولة إلى أبعد نقطة ولما لا إلى النهاية. لكم تحيات سعيد أنيس والمهدي الشاطبي من طشقند عاصمة أوزبكستان. عروض فنية بطائرة درون عنوانها حكايات مارينية تؤثث فضاء شلة الأثري إلى غاية يوم الأحد المقبل. موعد يندرج في إطار برنامج نوستالجيا وغايته النهوض بالتراث الثقافي المغربي وتقديمه إلى عموم الجمهور بطريقة إبداعية. فردوس الحرش ومحمد تونينا. حكايات مارينية عنوان سفر ثقافي فني بين دروب تاريخ مجيد. تحت سماء مرصعة بالنجوم طائرة الدرون تروي قصة فضاء شلة الساحر. عروض كوريغرافية مضيئة تسلط الضوء على الفترة المارينية. هنا سوف نعيش يعني
جزء من هذا التاريخ بطريقة جديدة، يعني بهذا الشو اللي غيكون ديال الدرون اللي غيعود التاريخ ديال المرينيين في هذه المنطقة اللي عاشت مع المرينيين كيف ما كتعرفوا. دائما يعني ربط التاريخ مع الثقافة مع المفهوم ديال الصناعة كتل أكل ديالو في جميع المفاهيم ديالو، أولا التاريخية الثقافية وحتى الاقتصادية. المكان والزمان يزيده رونقا صوت نبيل مع نشجي، معه تستحضر فترة تاريخية مهمة من العصر الماريني، مانحة الفرصة للزوار للسفر في رحلة عبر الزمن وإعادة اكتشاف روعة وأسرار هذه الحقبة التاريخية. كيف ما كتعرفوا طلقنا برنامج نوستالجيا منذ 2022، والحمد لله عندها إقبال كبير من طرف المواطنات والمواطنين، وبالطبع دائما نذكرها ينخرطوا في المفهوم ديال الصناعة الثقافية. ونوستالجيا هي حكايات، هي قصص على التاريخ المملكة المغربية، وهنا سوف نعيش يعني جزء من هذا التاريخ بطريقة جديدة. تستمر هذه العروض الاستثنائية بطائرات الدرون بتقديم 3 عروض تاريخية يومياً على الساعة 9، 10، و11 ليلاً. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الزوار من اكتشاف تاريخ المواقع الأثرية للمملكة بطريقة إبداعية. مرتبط بفترة حكم السلطان الماريني أبو يوسف يعقوب في القرن 13. في هذه الفترة شالة كانت مكان مهم يتحولوها المارينيين لمقبرة ملكية. بموقع وليلي انطلقت فعالية الدورة 23 لمهرجان وليلي لموسيقى العالم التقليدية، دورة غنية بالعروض الفنية الموسيقية المتنوعة، والهدف التبادل الثقافي والاحتفاء بالتراث بمختلف تجلياته. من هناك روبورتاج عبد السلام الخلوي وابراهيم الغوثي. موقع وليلي زخم تاريخي عريق ومتنوع، تراث إنساني عالمي لأهميته يحتضن سنوياً ومنذ 23 سنة المهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية، دورة بعد أخرى يكبر إشعاع الموقع ويشد إليه مزيداً من السياح والمحبين للتاريخ. وفي هذه الاحتفالية يتجدد الاحتفال أيضاً بالتراث الفني والثقافي، ويتجدد التواصل بين التعابير الموسيقية العالمية التقليدية. هذه الدورة التي تستضيف عدد من الدول الشقيقة التي تتقاسم معنا تراثها اللامادي وكذلك موسيقاها التقليدية. هذه الدورة تستضيف كل من الصين وإسبانيا والسنغال ودولة الأردن. هذا المهرجان الذي حظي دوما بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذا المهرجان تجاوز الاحتفاء بموسيقى العالم التقليدية ليصل إلى منصة تعزيز الثقافة والتراث المادي واللامادي. مهرجان يحتفي بخصوصية الفن المغربي الأصيل، الفن الموسيقي التقليدي بأنماطه وتعبيراته، تظاهرة أيضا يتم فيها الحرص على تكريم ورد الاعتبار لعدد من النجوم والممارسين من الفنانين والصاهرين على استمرارية التراث. تكريم الدورة خصص للفنانين محمد بريول، محمد الوالي، بوشعيب بن عقيدة، والفنانة حدة أعكي. ما كرموش غير الفنان، كرموا التراث المغربي، لأن كاين أجيال صعيدة تابعانا. احنا حملنا الموروث على اجدادنا وتابعنا اجيال، وهذا التكريم راه فيه بعد كبير. التفاته طيبه في خمس بها وزاره الثقافه في تكريم بعض الفنانين كيحملوا يعني مشعل ديال التراث، كل واحد في النوع ديال التراث ديالو. جزاهم الله خيرا على هذه البادره الطيبه. سيخلق المهرجان بعروضه الكثيرة والمتنوعة فرجة متميزة بطعم التراث الموسيقي التقليدي بأربعة فضاءات: موقع وليدي، الساحة الإدارية، وساحة الهديم، ثم مسرح الفقيه محمد المنوني.
إلى التذكير بالعناوين. برباط اجتماعات تشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتوافق على مضامين مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب وعلى جدول الأعمال مناقشة الاقتراحات وتبادل وجهات النظر في إطار المرجعية الدستورية والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين. إلى جنيف، وضمن أشغال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان، منظمات دولية تدعو للعمل على ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف، وتدق ناقوس الخطر بخصوص الظروف الإنسانية المقلقة والانتهاكات الخطيرة للحقوق والتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية. بمدينة النخيل المغرب، يحرز لقب البطولة الرسمية لطهاة الأفارقة أمام منافسة قوية من كبار الطهاة بالقارة. الطبخ المغربي يصنع لنفسه مكانة متميزة في المحافل القارية والعالمية. أسود القاعة، أبطال إفريقيا والعرب يستهلون المشوار ضمن نهائيات بطولة العالم كرة القدم داخل القاعة بأوزباكستان أمام منتخب طاجكستان الاثنين المقبل. تشكيلة شامبيك تستعد لتقديم الأفضل ومواصلة الريادة على الميدان، ومن طشقند الأوزبكية تعرفنا على آخر الاستعدادات قبل الدخول في المنافسات. نلقاكم غدا بإذن الله.